ايوه كابتن علي، مساء الفل. مساء النور، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. منورنا طبعا في قناه النادي الاهلي، واحنا يعني اكيد عايزين نسالك وناخد رايك بما انك احد رموز الكره المصريه وخبير كبير جدا في كره القدم بشكل عام، فيما يخص بالكلام اللي كان طلع مؤخرا والخاص بان يكون في لاعبين من الدوريات في شمال افريقيا بالتحديد ما بين مصر، يكون في تبادل طبعا بين اللاعبين في مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وان كل فريق يحق له ان هو يتعاقد مع اي عدد من اللاعبين المحليين. رأيك ايه في هذه الجزئية بالتحديد، وهل شايف ان هي هتكون اضافة للكرة المصرية ولا ممكن تضر الكرة المصرية من وجهة نظرك؟ اولا اهلا بك يا امير، اهلا بحضرتك. وطبعا الموضوع ده موضوع شائك جدا، وموضوع طبعا انا شايفه انه صعب جدا لسبب بسيط. انت عندك 4 النهاردة اجانب، يعني وتقدر تجيب عليهم طبعا الانديه اللي هتبقى عندها مقدره هي اللي هتجيب، الانديه الثانيه هتبقى صعب العمليه. شايف كمان ان النهارده انت عندك ازمه في المهاجمين المصريين باستثناء طبعا بالظبط صلاح، وان عندك مكان راس الحربه ان ما عندكش حد تقريبا هم الافارقه. بالظبط فدي انا شايف انه ان فيها مشكله كبيره جدا، لانه انت دلوقتي يعني هتبص تلاقي الفرص الناشئين نفسها هتقل جدا. يعني لو عندك ناشئ واعد وعاوز تلعبه وعاوز تديله فرصه هتقل جدا. المنافسه هتبقى في جاب كبير جدا في المنافسه، الفرق اللي عندها مقدره هتجيب 4 افارقه و4 من شمال افريقيا، يعني بتتكلم في 8 لعيبه. فهيبقى في جاب كبير جدا، هتلاقي المنافسه محصوره فيها، هي فعلا محصوره بين الناديين 3 انديه بالكثير 4 يعني لو قلنا. بالظبط. لكن في الوقت ده هتبقى العمليه في تفاوت كبير جدا في المستوى من الفرق اللي تلعب. طيب الدوري العام معمول نفسه كله عشان يتولد منه لاعبين تقدر تختارهم للمنتخبات، عشان تدي فرص للناشئين اللي هم واعدين، ولذلك يظهر لك نجوم تقدر في المحافل الدوليه. فانا شايف دي هتقلص من فرص اللاعبين المصريين من الناشئين، هتعمل فجوه كبيره جدا في المستوى الفني، وهيبقى في جاب كبير جدا بين الانديه. طب يا كابتن علي، لو بصلناها من منظور اخر، وان لو الفرق المصريه تعاقدت بشكل حر مع اللاعبين العرب في شمال افريقيا بالتحديد، ما هو في المقابل في لاعبين مصريين هيروحوا ايضا هذه الدول العربيه في شمال افريقيا، وايضا ممكن يكون او يفتح المجال بشكل اكبر من قبل الانديه المصريه في فتح الباب للاعبين في الاحتراف حتى في اوروبا وفي الخارج، وده ايضا هيعود بالنفع على المنتخب المصري. هي اعتقد معادله صعبه، لكن الجزئيه دي حضرتك شايفها ازاي لو كان متواجد عدد من اللاعبين العرب في صفوف الأندية المصرية، وأيضا ده هيؤدي لرحيل بعض اللاعبين للدوريات المختلفة بشكل كبير؟ والله بص، يعني انا ما اضمنش كمان اللعيب النهارده انديه شمال افريقيا تطلب اللعيب المصريه وتقول احنا بالمثل او كده. لما بتدي سماح ب4 لاعبين افارقه او 4 لعيب اجانب، انت ممكن تخليهم 3 على اساس مثلا تقدر تستعين ب2 لعيبه يبقى منهم 4 في الملعب. يعني ممكن تستعين من شمال افريقيا ب2، ماشي، ممكن يبقى منهم زي ما انت عامل 4 في الملعب، يبقى انت ضمنت على الاقل في 2 يبقوا موجودين. لكن تقلص عدد السماح للعيبه الاجانب اللي انت عاملهم على المشاعر، انت مدي 4 دلوقتي. فممكن تخليهم 2، و2 بقى انت حر فيهم، تجيبهم من شمال افريقيا، تجيبهم يعني يعني حضرتك قصدك ان يتم تقليص العدد، يعني ما يكونش العدد كبير يعني بما يسمح في تواجد عدد من اللاعبين المصريين في صفوف كل ما ينفعش يبقى في موجود اكتر من نص الفرقه اجانب. ما ينفعش يعني في كل الحالات ما ينفعش، انت ممكن يبقى عندك 5 على اساس تلعب منهم 4، تجيب 2 من شمال افريقيا و3 من افريقيا عموما في غرب افريقيا ولا جنوبها زي ما انت عايز، لكن في الملعب 4 زي ما هم، وتجيب 2 من شمال افريقيا، يبقى انت كده عملت اديت كده وما خلتش بالنظام اللي انت عامله بتواجد 4 اجانب موجودين معاك في الملعب. طيب يعني دي وجهة نظر، يعني ممكن تبقى
تطرح، ممكن يحصل عليها تعديلات، ممكن يقولوا عليها زي ما هي، لكن هي وجهه نظر. لكن ان انا مش عايز يعدي نص الفرقه تبقى يعني يعني الاهم ان يكون اكتر من نص الفرقه مصريين، عشان ده هيعود بالنفع للمنتخب المصري. طبعا اكيد ده راي حضرتك، بما انك يعني لاعب مهم جدا في تاريخ الكره المصريه بشكل عام، فيعني اكيد راي حضرتك اكيد يكون مسموع بالنسبه لاتحاد الكره المصري بالتحديد. لكن ايضا فرصه وحضرتك معايا نتكلم عن فريق وادي دجله، وحضرتك المشرف العام على الكره في وادي دجله، ورايك في اداء الفريق في الفتره الاخيره، سواء في بطوله الدوري الاداء يمكن متذبذب شويه مع بدايه البطوله بالتحديد، وايضا بطوله كاس مصر بعد فوزه الكبير على فريق الجونه بنتيجه 4-1. هي يعني طبعا البدايه كانت متعثره شويه، عشان بس اللاعبين نص الفريق تقريبا صغار في السن. يعني انت بتتكلم على 6 لعيبه تقريبا تحت السن، تمام، بتتكلم على 3 أو 4 لعيبه 97، بتتكلم على 2 لعيبه اساسيين 98، منهم محمد محمود طبعا في منتخب مصر الاولاني، ومرعي محمود مرعي في منتخب مصر الاولمبي، الاثنين 98. عندنا لعيب محمد رضا ده مواليد 2000، يعني يعني تقريبا انت بتتكلم على اكثر من نص الفرقه من الناشئين. فعبال ما هضموا الشغل شويه واشتغل معاهم الراجل بيشتغل معاهم الحقيقه بيحفظهم الطريقه، بدا الفريق الماتشات الاخيره اداؤه يبقى افضل ومستواه الفني يبقى اعلى، بدليل ان هو يعني تعادلت مع الاتحاد في اسكندريه 2-2، وبعدين فزنا على طلائع الجيش 2-1 منطقيه من سموحه، مع ان الماتش كان كويس والاخر وقت كده، لكن هزيمه منطقيه سموحه برضه بامكانياتها وقدراتها اعلى. فوز على الجونه 4-1، يعني كل دي شايف ان في يعني بفرق حتى على النتائج، لكن في تطور في الاداء، وفي اللعيبه بتزيد وبدا تاخد ثقه في نفسها، وبدا الانسجام يبقى بين اللعيبه، وبدا المدرب حتى يبقى فيه تفاهم للحاجات اللي المدرب بيقولها والطلبات اللي بيطلبها، وبدات اللعيبه تنسجم في الحقيقه في مع المدرب في الامور اللي هي بتبقى خاصه بالطريقه اللي بتلعب بيها الجديد. طيب كابتن علي، يعني هل هي سياسه بالنسبه لفريق وادي دجله الاعتماد على الناشئين، وخصوصا ان احنا عارفين وادي دجله عندهم امكانيات كبيره في التعاقد بعدد كبير من اللاعبين المميزين، هل شايف ان دي سياسه مناسبه بالنسبه لفريق وادي دجله في اختيار اللاعبين الناشئين والبدء فيهم او اشراكهم في مباريات بطوله الدوري بشكل عام، مش مجازفه شويه بالنسبه لفريق وادي دجله؟ نعم، هي فيها مجازفه، انا معاك، ولكن هيبقى لازم انا يعني المستوى زي ما قلت بيطمن شويه، لكن هيحصل فيه تدعيم في يناير طبعا، في يناير، بحيث برضه يبقى تقدر ايه عندك لعيبه ذات خبره شويه تقدر تساند مع مجموعه الناشئين. انا شايف، انا بتهيألي ان وادي دجله فريق نمره واحد اللي عنده اصغر لعيبه في الدوري بالظبط، دي حقيقه. لكن لازم يتم تعديل باذن الله في يناير، يمكن يكون في عناصر تقدر عند ذات خبره تقدر تفيد برضه وتقدر تكمل المشوار مع اللاعبين، فبالتالي مع اللاعبين الصغار، فبالتالي ان شاء الله لا هيحصل. وحاجه كويسه، لان انت كنت برضه في موقف حرج السنه اللي فاتت، وكنت تلعب بلعيبه كلهم تقريبا خبره طبعا، ما كانش فيهم لعيبه صغيره، بس تلعب بلعيبه صغيره اكثر من نص الفرقه، وصحيح ما انتش يعني متقدم في الجدول، ولكن على امل الامل جاي، لان الناشئين دول بيزيدوا وبيعلوا بعدين بياخدوا الثقه في، فاعتقد مع وجود عناصر جديده باذن الله في يناير هيبقى الفرقه ليها شكل تاني باذن الله. المدرب كمان في تمسك كبير بيه، رغم ان البعض كان متوقع ان فريق وادي دجله يغير المدرب بعد طريقه لعبه وبدايته في اللعب من بدايه الملعب او من تحت شويه بلغه الكره كده، لكن واضح ان في تمسك من اداره وادي دجله وطبعا المسؤولين عن الكره في وادي دجله بالمدرب يا كابتن. لا، هي في قناعه، يعني قناعه باداء الراجل، وفي قناعه باللي بيعمله، وخدت وقت طبعا شويه في الاول، لان اللعيبه برضو كتيره مش حافظه، والاخطاء كانت كتيره بصراحه، يعني في البدايه كانت الاخطاء كتيره جدا، بدات الاخطاء تقل شويه، بدات الفرقه تتماسك وكده، فواضح ان في اداء افضل، حتى لما خسرنا ماتش المقاصه الفرقه كانت بتلعب بشكل كويس جدا، خسرنا ماتش انبي كنا بنلعب وان سايد جيم مع انبي في ملعب انبي الشوط الاولاني كله، يعني خطا واحد قاتل قبل الشوط الاولاني بيخلص بخمس دقائق، يمكن تاول كوره تروح لعبد المنصف، فشايف ان الرسم البياني طالع والفرقه طالعه، وزي ما قلت، لكن احنا ان شاء الله هيحصل تدعيم
عشان نقدر يساند يسند مع المجموعه اللي موجوده. طيب بمناسبه التدعيم يا كابتن علي، واخر يعني سؤال عايز اسال حضرتك فيه وهو خاص باللاعب محمد محمود، يمكن الفتره الاخيره في كلام ان النادي الاهلي بيتفاوض مع هذا اللاعب لضمه في شهر يناير، هل في مقابل التدعيم ممكن يتم الاستغناء عن بعض اللاعبين ويمكن ابرزهم محمد محمود بالنسبه للنادي الاهلي؟ هل في مفاوضات فعلا؟ الامور ماشيه ازاي؟ والله احنا يعني كراي فني احنا بنطالب ان الموضوع ده يبقى في نهايه الموسم. في نهايه الموسم يعني صعب في يناير. لكن كل هالشيء قابل للتفاوض. احنا لسه قدامنا مشوار، هنشوف نقدر ايه ندعم بمين، هنجيب مين، مين اللي ممكن يحل المحل يعني محمد محمود، مين اللي ممكن يبقى فيه استفاده منه مثلا من النادي الاهلي او كده. يعني دي عمليه موجوده للتفاوض بين طبعا اداره النادي الاهلي وادي دجله. بالظبط كده. طيب كابتن علي ابو جريشه، انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا كان معانا احد نجوم واساطير الكره المصريه كابتن علي ابو جريشه.